أكدت وزارة الصحة اليوم الأربعاء 6 يناير تسجيل 1642 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات بالمغرب إلى 447081. وبخصوص الحالات المستبعدة، تم اليوم تسجيل 15311 حالة جديدة ليقفز العدد إلى 4,094,295. الوفيات، اليوم تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 7,618 حالة. المتعافون، اليوم تسجلت 2036 حالة جديدة ليصل إجمالي الحالات بالمغرب إلى 418,744. وبخصوص الحالات النشطة، اليوم تم تسجيل 20,719. التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات، جهة الدار البيضاء سطات كتسجل 624 حالة جديدة، 485 بالدار البيضاء، 40 بالمحمدية، 27 ببرشيد، 24 بالنواصر، 18 حالة بسطات و17 حالة بجديدة، 9 حالات بمديونة و4 حالات ببن سليمان. جهة الدار البيضاء سطات كتسجل 15 حالة وفيات جديدة، 14 بالدار البيضاء وحالة بسطات. جهة طنجة تطوان الحسيمة كتسجل اليوم 353 حالة جديدة، 213 بطنجة أصيلة، 48 بتطوان، 29 بالحسيمة، 26 بالمضيق فنيدق، 26 بالعرائش، 10 بشفشاون وحالة بالفحص أنجرة. جوج الحالات الوفيات هما العدد المسجل على مستوى هذه الجهة، حالة بتطوان وحالة بالحسيمة. جهة الرباط سر القنيطرة كتسجل 159 حالة جديدة، 56 بسلات، 53 بصخيرة، 38 بالقنيطرة، 7 بسيدي قاسم، 6 بالرباط، 5 بالخميسات و2 حالات بسيدي سليمان. 6 الحالات هو عدد الوفيات المسجلة على مستوى هاد الجهة، 2 بسلة، 1 بصخيرة تمارة، 1 بالقنيطرة وحالة بالرباط، حالة كذلك بسيدي سليمان. جهة مراكش أسفي كتسجل 148 حالة جديدة، 63 بمراكش، 42 بالصويرة، 16 حالة بأسفي، 12 حالة بشيشاوة، 4 حالات باليوسفية، 9 بقلعة صراغنة، حالة بالحوز وحالة بالرحامنة. جهة مراكش أسفي كتسجل 4 حالات الوفيات جديدة، 3 بمراكش وحالة بالصويرة. سوس ماسا كتسجل 110 الحالات جديدة، 62 بأكادير إيداو تنان، 13 بتارودانت، 10 بالشوكة أيتباها، 10 بإنزكان أيت ملول، 11 حالة بتيزنيت، 4 الحالات بطاطا. جهة سوس ماسا كتسجل 2 حالات الوفيات جديدة بإقليم تيزنيت. جهة الشرق كتسجل 79 حالة جديدة، 28 بركان، 16 حالة بوجدة أنجاد، 15 حالة بالناظور، 13 حالة بالدريوش، 3 الحالات بجرادة، 2 حالات بتوريرت و 2 حالات بقرسيف. جهة الشرق كتسجل 2 الحالات جديدة للوفيات، حالة بركان وحالة بوجدة أنجاد. جهة فاس مكناس كتسجل 46 حالة جديدة، 28 بفاس، 8 بمكناس، 6 بصفرو، 2 بتازة، حالة بتونات وحالة بمولاي عقوب. جهة فاس مكناس كتسجل 2 الحالات للوفيات جديدة، وحدة بفاس وواحدة أخرى بمكناس. جهة بني ملا الخنيفرة كتسجل 43 حالة جديدة، 14 بني ملا، 14 بخنيفرة، 7 بخريبكة، 7 بالفقي بن صالح وحالة بأزيلال. جوج الحالات الوفيات هو العدد المسجل على مستوى هاد الجهة، حيث تم تسجيل حالة بملل وحالة بخنيفرة. جهة درعة فيلالس كتسجل 31 حالة جديدة، 14 بالرشيدية، 7 بورزازات، 4 بزاكورة، 3 بميدلت و 3 بتنغير. جهة قلميم ودنون كتسجل 22 حالة جديدة، 18 بالقلميم و 4 الحالات بسيدي إفني. وبخصوص الوفيات المسجلة على مستوى جهة قلميم ودنون، فالعدد هو حالة تم تسجيلها بإقليم قلميم. جهة العيون الساقية الحمراء كتسجل 18 حالة جديدة، 16 بالعيون، حالة بسمارة وحالة بوجدور. الوفيات المسجلة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء فهو 1 بإقليم العيون. أما جهة الداخلة والذهب فسجلت 9 ديال الحالات جديدة، كلها بإقليم وادي الذهب.